صباح المدارس. صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم، أسيدي المعقل، أساتذة الكرام، زملاء الطلبة، تسمعوا لي أن القيادة الكريمة يا مدلتي يا مدلت يا قرة عيني فيها العلم والأداء والأخلاق العالية، فلتنا درجي درجي، فلتنا بالمائية، فهي سلطانة، فهي العلوبية. صباح النور للجميع. المشاركة الصباحية الثانية في صباح المدارس، الطالبة جنى بن طارق بن عيسى الرئيسية. جنى من مدرسة الرجاء للتعليم الأساسي بولاية المصنعة وهي في الصف الرابع. السلام عليكم يا جنى. عليكم السلام أستاذ راشد. كيف حالك جنى؟ الحمد لله. مستعدة للفصل الثاني؟ نعم. إيش سويتي في الإجازة؟ قريت قصص وأحفظ الصور اللي علي. كم جزء حفظتي من القرآن إلى الآن؟ جزء عما وجزء تبارك. ممتاز يا جنى، ما شاء الله. وإيش الكتب اللي قرأتيها في الإجازة؟ القمر والشتاء والربيع والهواء وعمل الخير. عن إيش تتكلم هذه الكتب؟ عن القمر، يتكلم عن شكل القمر وشكله ومعرفة عمل الرائد الفضائي ومعرفة شكل القمر في الشهور. والشتاء تتكلم عن كيف يأتي الشتاء وكيف تكون حالتنا في الشتاء. وبعد الكتب والربيع يتكلم عن الفصل والربيع والأشجار. ما شاء الله عليك جنى، كم كتاب قرأتي لحد الحين؟ يمكن حوالي 50 كتاب. الله يا جنى، تحية كبيرة للقارئة جنى. إيش أحلى كتاب قرأتي؟ الكتاب القمر. زين، أنت ليش تحب القراءة جنى؟ لأن اللي يقرأ دائما، إذا اللي يقرأ دائما يعرف يكتب، بدون قراءة ما في كتابة. الله يا جنى، واللي يكون قارئ يعرف العالم صح؟ يعرف العالم ويعرف كيف يفكر العالم ويكون مثقف صح جنى؟ صح. يا مرحبا بجنى، إيش بتشاركينا؟ نشيد. نشيد، يلا نسمع النشيد يا جنى. نشيد يتكلم عن الوطن وعنوانه نشيد بني وطني. سعيد كاتبة سعيد الصقلاوي شاعر عماني. وحييكم بني وطني، وحيي فيكم الوعد، وعشق فعلكم مجدا بوهج العلم ممتدة. تباشير المنى لاحت على جبهاتكم سعدة، تناديكم وتدعوكم وترجو غرسكم وردة. فأنتم عشقها الموال كالبركان إذا يهدى، فكونوا النهر دفاقا، وكونوا النور والوقدة، وكونوا أنجما تهدي مواكب تصنع المجدة. بكم تزهو حضارتنا وتشرق الدنا رشدا. الله عليك يا جنى، تحية لك وتحية للشاعر الأستاذ سعيد الصقلاوي. طيب يا جنى، وإيش غير النشيد؟ قصيدة. يلا نسمع القصيدة. قصيدة عن بلادي عمان، والكاتبة من نورة بنت عبدالله البادية شاعرة عمانية. بلادي إني بلقت النجوم، وصوتي بحبك فاق الصدى، أقول وللشمس هيا تعالي، عمان وأنت شموس الهدى. جدودي سادوا البحار، وكان لهم قلب عزم يصد العدا. بقابو سيولد فجر جديد، فبورك ذاك السنا مولدا. قطفنا من المجد نورا وفقرا، فأنعم بكم قائدا سيدا.
وراءك هذه عمان كثير وكثير سيدي أنت والمبتدا، وعلمتنا أن نحب عمان جبالا سهولا جرافا القدا، كذرة رمل بأرض عمان تفوق جبالا تسد المدى، أنا ابن لأرضي لنخلاتها لأفلاجها في الغبال الندى، وحبي لها في الفؤاد مكين وحبي لها قبل أن أولد. الله عليك يا جنى، ممتاز. طيب جنى، أنت قرأتي كتاب عن القمر صح؟ أيوة. زين خبرينا بعض المعلومات اللي عرفتيها من هذا الكتاب. عرفت أن القمر لها وايد أشكال في الشهور، وعرفت أن أمل رائد الفضاء لما يروح في الفضاء. إيش عمل رائد الفضاء؟ هو أنه يكتشف القمر. وإيش الأشياء اللي موجودة في القمر؟ القمر فيه أشكال شكلين، وفي يعني أشكال تضاريسية من الجبال والسهول صح؟ أيوة. شاطرة يا جنى. طيب جنى الحين إيش بتخبرينا عن إيش؟ إيش بتشاركينا؟ بشارككم الحين نشيد عن العلم. يلا نسمع النشيد. قال الشاعر: العلم نور وهدى أسعى إليه أبدا، أطلبه مدى الحياة راغبا مبتهدا، يأمرني ربي بأن أحيا به مزودا، أبني عليه نهضتي وأتقي به العدا، بالعلم تعلو أمتي وتبلغ النصر غدا. الله عليك يا جنى. جنى شاركتي في مسابقات القراءة؟ أيوة. فزتي؟ نعم. بأي مركز؟ المركز الأول تقريبا. الله عليك يا المركز الأول تقريبا. ولما تكون كبيرة جنى إيش تريد تكون إن شاء الله؟ طبيبة أسنان. وأتمنى يا أستاذ راشد أن يفتح صالة ويجمع فيها كبار السن عشان أسويهم أشياء من التراث القديم. مثلا الصور القديمة والألعاب القديمة. يعني تسوي صالة كبيرة في المصنعة معكم وتجمعي كبار السن؟ أيوة. فكرة حلوة. عشان الله بعدين لما نحن نكبر هو بيبحث ثاني عشان يسوي لنا. هذا هي قيمة الوفاء صح جنى؟ صح. اللي يكون وفي الحين بعدين الله يبعث له من يكون وفي له. ممتاز يا جنى. وهذا المشروع كيف يعني، مجانا بيكون؟ ايوه. اي حد اي شاي بيقدر يروح هذه الصالة؟ ايوه. طيب يا جنى شكرا لك يا جنى بالتوفيق. استاذ راشد اريد اقدم كلمة شكر. تفضلي يا جنى. اشكر امي وابوي ومعلماتي في مدرسة الرجاء ومعلماتي في مركز العيشري فرع السويق، وايضا اشكر اذاعة الشباب لاتاحة لي الفرصة للتحدث، وشكر خاص لك استاذ راشد ولمخرج البرنامج منسق البرنامج استاذ سيف الهلالي. ونحن كلنا نشكرك يا جنى، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله دكتوره. مع السلامه دكتوره جنى. مع السلامه. شكرا لجنى بالطارق بن عيسى الرئيسيه من مدرسة الرجاء للتعليم الأساسي بولاية المصنعة، وهي في الصف الرابع، أمنيتها في المستقبل أن تكون طبيبة أسنان. فشكرا لكل الذين يجدون ويجتهدون ويثابرون من أجل أن ينشئوا أجيال عمان على حب عمان المحبة والسلام. رأيت جمالك سكنت هواءك شربت حنانك وأنت لي الأمان، أنت لي الأمان، بلا عين نرى سلامك أنهار.
رأيتك يا عمان، رأيتك يا عمان، وطني وطني النخيل الباسمة، وطني وطني الحمايم سالمة، وطني وطني الهوى، وطني الدعاء، وطني يا وطني، وطني خضراء حمراء الوفا، وطني بيضاء كفك من صفا، وطني بصماتنا لعماننا، عمان يا وطني، عمان يا وطني. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إيش هي الأشياء؟